اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب باثنين من النجوم الكبار للنادي الاهلي، واحد منهم جاب جون في بايرن ميونخ، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم ترافولتا الكره المصريه. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ شرف ومنور وسعداء جدا بوجودك معانا النهارده. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. هنكلمك في كل ده وهنسالك كل ده. هنسالك برضه في البايرن زمان جبت جون ازاي؟ يمكن يتعلموا. لا لا لا، هي بتبقى عمليه جرأه بس. جرأه. شجاعه يعني. ارجع لك في هذه النقطه، ولكن خليني ارحب بضيفي الاخر، واحد ايضا من نجوم النادي الاهلي الكبار والمدربين او المديرين الفنيين الموهوبين خلال هذه الفتره، النجم الكبير كابتن احمد كشري. ازيك يا كشري؟ مشرف ومنور حبيبي يا اسلام. انت اللي منور. ربنا يخليك. الحمد لله على السلامه وعوده يعني جميله. ربنا يخليك يا حبيبي. منور بيك دايما. منور بيك دايما حبيبي. كابتن شريف مبروك يا كابتن. مبروك، وسعيد ان انا معايا جيل من الاجيال الجميله اللي هي دايما الواحد بيبقى فرحان والله. يعني برحب بكابتن احمد طبعا، احنا بنشوف بعض بره بس هنا على الهوا. بهنيك بصراحه يعني. الله يخليك يا كابتن شريف، ده شرف ليا. مدرب واعد جدا وليك الحق انك انت تكون في اعلى الفرق باذن الله، وقدمت حقيقه والدنيا كلها حواليك وبتساندك. رب يخليك. فان شاء الله هتبقى حاجه جميله. حبيبي يا كابتن شريف. قريب جدا يعني حبيبي. كابتن شريف كان الواحد يتمنى يلعب جنب الكابتن شريف. ما نلعب الكابتن شريف ويشوفه في التلفزيون كمان. لا لا، في فيلم لا من الافلام. انا من عشاق الجيل بتاع الكابتن شريف والكابتن الخطيب. كان جيل لا، وكان عنده حد سرعه. مش التيشيرت الاحمر الا وهو حاجه. طب كنت بروح لكم الاستاد يا كابتن يعني اتفرج عليهم. اسلام حاجه يعني ما شاء الله. حبيبي يا كابتن منور. الله يخليك. مبروك يا كابتن شريف. مبروك. الاهلي حياتنا. الاهلي حياتنا بجد. طبعا طبعا. وبيسعدنا، بيسعد الناس كلها. حاله من الزهو والفرح. شفت النادي كان عامل ازاي امبارح؟ شفت النوادي وشفت الشوارع وشفت الدنيا كلها، وبننام واحنا مبسوطين ويعني مطمنين على اولادنا، وبنشكرهم على الاداء الجميل قوي اللي هم فيه. نشكر مجلس اداره، وبنشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره كله اللي موجود هناك. حقيقه مؤسسه كامله بتشتغل. هو دي النتيجه يعني. حقيقة. هو ده الشكل. لعيبه امبارح وهي نازله احمد الملعب عامله كده مركزه، واحنا عارفين الامبريشن ده وعارفين الشكل ده. انا نازل عشان اسعد الجماهير اللي هي موجوده في قطر، المصريين اللي احنا هنسيبهم ونمشي لازم نسيبهم بذكرى كويسه جدا، وده اللي اتعودنا عليه من زمان. أكيد. لما كنا بنروح هنا في دبي او في الامارات والسعوديه والحته دي كان بيبقى دبي او الامارات. يعني اصل دبي فيها حتتين يا اسلام. دماغي راحت في دماغي راحت في ابو ظبي. انا بركز ليه بقى؟ لان الناس بتمسك اي كلمه او حضرتك بتقولها. خصوصا لما ببقى انا وانت في حته واحده يعني. انت فاهم قصدي طبعا. يعني احنا دايما يعني دايما بروح العب ماتشات. فانا امسكها احسن ما حد تاني يمسكها. خليك امسك عليا كده عشان احسن لي انك انت اللي تمسك. فكنا لازم نبقى مطالبين ان احنا بنسيب ذكرى واحنا ماشيين مشرفه. ايوه. مشرفه لجماهيرنا، مشرفه لاسمنا، اسم النادي الاهلي، اسم البلد. أكيد. نفسها. أكيد. يعني ده اللي احنا تعودنا عليه، والحمد لله يعني ربنا كرمنا قوي اخر كرم امبارح، ولعبنا مباراه كنا بنبحث عنها في الشوط الاول في مباريات الدوري مش كناش لاقيينها. فلعبنا قدام فرقه كبيره جدا وفرقه جامده جدا، ولعبنا الشوط الاول واحرزنا في الشوط الاول. ليه؟ احنا عندنا الاصرار والعزيمه يعني والتركيز، المعطيات اللي احنا عايزين نروح لها. عندنا الاصرار اللي بتتكلم عنه احمد، وانت مثلا كمدير فني مديني ايه المطلوب مني. الاجتماعات كلها، المشاهده، احنا جايين في الرحله دي عشان الهدف ده، عشان نلعب ثلاث مباريات، وكانت كنا ليها الحمد لله يعني. مبروك يا كشري. يعني اعتقد ان النادي الاهلي وفوزه امبارح وصعوده الى الدور قبل النهائي، وهيلاعب دي قصه ثانيه هنتكلم عنها، ولكن هيلاعب فريق كبير زي بايرن ميونخ، اعتقد ان ده شرف كبير جدا وعظمه وفخر كبير جدا لكل اهلاوي. طبعا طبعا. اولا يعني ببارك لكل اهلاوي في مصر وللعيبه على الاداء الهايل اللي قدموه امبارح، والجهاز الفني والمجلس الاداره وكل من ينتمي لاسره النادي الاهلي، لان فعلا النادي الاهلي لما بيكسب بتلاقي مصر كلها فرحانه. مظبوط. وده اللي احنا فعلا بتلاقي الدنيا مختلفه جدا في مصر. فالنادي الاهلي متعود دايما في المناسبات الكبيره، في البطولات الكبيره بتلاقيه، وده اللي بيخلينا طموحنا يروح لبعيد، وطموحنا يعني ملوش حدود مع النادي الاهلي، لان الحمد لله على مر الاجيال والعصور النادي الاهلي بيثبت ان هو نادي من انديه القمه على مستوى العالم. تقدر تحقق بطولات القاريه، بتبقى ند الفرق الكبيره، كسبت قبل كده فرق تاريخيه زي ريال مدريد وبايرن ميونخ، ويمكن كسبنا فرق كثيره ليها اسم وتاريخ. فده اللي مدينا يعني الامل والاحساس ان احنا ممكن. فاتمنى من ربنا يكون احساسنا ده باذن الله يكون في محله، وان شاء الله
اللعيبه رجاله وان شاء الله قادرين ان هم يعملوا حاجه، ووارد في كل في الكوره كل حاجه كل حاجه طبعا. كابتن شريف يعني امبارح تباين ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، ولكن في النهايه النتيجه ان انت وصلت للدور قبل النهائي. اه طبعا في الاداء، انا بتكلم على الاداء يعني. طبعا بس انت يعني انت كلاعب كوره وحاسس بالفرق بين الشوط الاول والشوط الثاني، اطمئنان الاستحواذ على الكوره، مش عايزين كنا احنا دايما احنا بنعمل مشاكل بمس باص يعني. هما بيوصلوا عندك وانت بتعمل الباص اللي هو بيقدروا يقطعوه. برافو عليك يا كابتن. هي المشكله كانت عندنا امبارح الميس باص اللي في الشوط الثاني، 4-5 كور يا اسلام خلوا شكل للدحيل القطري، مع انهم عندهم لعيبه كويسه جدا كمان يعني. عندهم لعيبه بتعرف تمسك كوره، بتعرف تعدي، عندهم فكر ان هم هيروحوا لنا من ناحية اليمين، ضغط على محمد هاني اللي انا بعتبره يعني كان جندي المجهول امبارح الحقيقه، شال حاجات كتير جدا ولعب برجوله جدا ولا فارق معاه اي حاجه، ويمكن حست الاداره الفنيه في الخارج ان الموضوع كتر قوي، فكان في اكرم توفيق تغيير يحد شويه من ناحيه اليمين اللي هي او ناحيه الشمال اللي هم بيحاولوا، لان احسن لعيب عندهم كان ادميلسون ودودو، ودودو هو اللي حاول يبقى موجود في الشوط الثاني. المعز لعب كوره حب يبقى موجود فيها، لكن لا زي ما انت قلت قبل كده انا ما شفتش خطوره على الشناوي يعني، ما شفتش انفراد والشناوي يطلع، ما شفتش كلها كرات بالعرض وحد يحط بالدماغه، كرات عاديه كلاسيكيه يعني، احنا برضو سبب فيها، مش هم الابتكار، مش هم اللي بيضربوا خط واثنين وثلاثه، مع ان لعيبتك قادره ان هي كانت تلعب عليهم 1 2 3. احنا شفنا اخر خمس ست دقائق لعيبه الاهلي ضيعوها في الاستحواذ يعني، كان عندهم كمان فرصه ان هم يجيبوا جول واثنين يعني، مروان محسن لو داس على كوره وراح وقوم اثنين على واحد، هو كان عايز يعمل ايه مروان؟ انت تقول لنا طبعا، هو كان عايز يلعب على طول ساعتها، هو راجع عايز الراجل يستناه محطه يديها له وهو يكمل، وهو اللي يروح يجيب جول وهو يكمل. ففكر كذا تفكير، ويمكن الراجل كمان بيفكر ان هو ياخد الديفندر ويروح بيه ويفتح له السكه ان هو يروح ديانج يعني، الاثنين فكروا في تفكير مثمر، انما كان في سرعه تفكير من مروان، وما تعرفش مروان كان مخبوط قبلها ممكن ما كانش عنده حريه السبرنت الكبير، او ما كانش حاسس، كانش لسه اتخبط تيالي، كان اتخبط قبلها، اتخبط لا هو الكره خبط خبطتين هو الكره دي انا الكره دي يمكن مروان لما قطع شاف ديانج حب يحط له عشان هو ياخد يعني كان ساعه فاضيه هو كان لازم يتأنى شويه، لكن اعتقد يا كابتن ان دي يعني عايز اقول لك دايما المباراه الافتتاحيه في اي بطوله اسلام بتبقى يعني بيبقى فيها الفرق بتبقى فيها جس نبض كتير قوي، وفيها حرصا او فيها حرص من الفرقتين على ان هم ما يدخلش فيهم جون، فبتلاقي الفرقتين بيلعبوا هم يعني، لو شفت الفرص قليله في المباراه امبارح، لكن النادي الاهلي كان ممكن الشوط الاول ان هو يخلص الجيم لو ضغط شويه، لكن النادي الاهلي بدايه الشوط الاول والاستحواذ اللي عمله اتمنى انه يكون موجود في مباراه البايرن الماتش جاي، لان صعب جدا لو انت عملت مسباص كتير مع فريق بحجم البايرن، لازم واعتقد ان سوماني هيتكلم معاهم ان لازم تحافظ على الكوره، لازم تعمل استحواذ عالي جدا، حتى ولو استحواذ في بعض الوقت سلبي هيديك ثقه هيديك ثقه على فرقه كبيره جدا. فلا امبارح مباراه الفرقتين عاملين حساب بعض، بيلعب فرقه كبيره، فرقه جايبه محترفين وصارفين مبالغ رهيبه عشان ماتشين، والنادي الاهلي قدر ان هو يكسب. فلا يعني انا شايف ان النادي الاهلي خرج من المباراه باللي هو عايزه، كسب حاجات في مكاسب يا كابتن شريف في المباراه يعني، بواليا انا عجبني جدا بواليا، ويمكن انا صرحت في تصريح صحفي قبليها ان انا كنت عايز بواليا يبقى هو الفيرو بتاع النادي الاهلي، لان دايما البطولات دي يا كابتن بتصنع لعيبه وبترجع لعيبه، فالحمد لله لا المباراه مليانه مكاسب. فانا شايف ان يعني الشوط الاول نتمنى ان احنا يبقى ده الشوطين الجايين مع البايرن. معايا البايرن. طيب كابتن شريف، كابتن كشري بيتكلم عن مكاسب، من اهم مكاسب هذه المباراه من وجهه نظرك طبعا صعودنا للدور قبل النهائي، ولكن من ما بين اللاعبين نفسهم ثقه يعني. النهارده لعبت لعبي ونفذت تعليمات المدير الفني ان انا بضغط زي زمان من ايام الوديبي واحنا بنلعبه، واحنا بنلعب بنفس الاسلوب بنفس الطريقه. عنده ثقه في لعيبه معينه، يمكن اللعيب ده متذبذب، اللعيب ده بيديك شويه وبعدين يرجع يجيب جول زي حسين الشحات، ففضل مصر على حسين الشحات لغايه ما حسين الشحات هو العريس امبارح. طب هو اللي عنده الكارج، هو اللي عنده الثقه، هو اللي عنده التصويب، عنده الشخصيه فعلا، عنده الشخصيه ان هو دايما بيخش في الحته دي بيبقى هادي، بيبقى عنده فكر، بينفذ. دي الحته اللي انا بقول لك ان انت كنت بتكلمني على بايرن ميونخ، انا لما نزلت لعبت قدام بايرن ميونخ 77 كان عندي هدف كان عندي هدف ان انا
اجيب هدف. وكان عندي هدف ان انا العب ضد بطل اوروبا وبان بامكانياتي. هم قاعدين ياخدوني وهم ماشيين يعني. انا نازل العب دي فرصه. ايوه صح. النهارده كشري رايح العب قدام ريال مدريد، قدام برشلونه، قدام فرصه مش هتتكرر. امال حظر امكانياتي امتى؟ امال هبقى شيف عبد المنعم امتى؟ هبقى كشري امتى؟ الا في يوم زي ده، يوم تاريخي. او لحد النهارده التاريخ بيعيد نفسه وبيقولوا شيف عبد المنعم جاب جول، كابتن محمود خطيب جاب جول، بركات جاب جول، اللعيبه اللي جت في اللقاءين هم اللي جابوا جول، اسمائهم جيرد ميلر. انا لعبت ضد سيب ماير، جبت جول في سيب ماير. يعني دي حاجه حاجه عايش عليها يعني. او عادي يعيش عليها. ف حاجه جميله جدا انك يبقى عندك المعطيات من جواك، انك مش للنادي الاهلي بس. بالزبط. اديك سطرت اللعيبه دي، سطرت لنفسها من احسن اربع فرق في العالم. اكيد انت النهارده من احسن اربع فرق في العالم موجود في بؤره الضوء. بتلعب على سيمي فاينال وفاينال. يا اول خدت بالك يا تاني، انت ضمنت الاربع مراكز اول تاني تالت، بتلعب ان شاء الله على نفس الانجاز اللي انت حققته في 2006. لا انت النهارده ممكن تعمل احسن من كده. وممكن الدنيا يعني، مش عايز الناس يقولوا بايرن كسب مش عارف مين 7 وكسب مين 6 وكده. لا هو ما كسبش مش عارف مين. لا 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 بتكلم على 7 مش عشان 8 يعني. لا ما هو في حاله ركوع. انت لو نزلت ودخل فيك جونين في اول الماتش خلاص، انت التيمبو بتاعك بيقع. الحاله الوحيده اللي احنا عملناها في حياتنا يوم البرازيل جابوا فينا 3 جوان في القارات ورجعنا وتعادلنا 3-3. كانت مباراه العمر بالنسبه للمصر كلها. صح. بالنسبه لنا كلنا. اذا اللعيب المصري قادر قادر نلعب ضد البرازيل، قادر نلعب قدام المانيا، واحنا كان لينا تجارب قبل كده يعني. اكيد مع فرق انجلترا لعبنا قدام ساوثهامبتون برضو كان ليا الشرف وكسبناهم 2-0. يوم محمد عباس ما جاب الجون الثاني، جبنا الاول جول وهو جاب برضو برضو تخصص اوروبا. لا انجلترا والمانيا ما انا عايز اخدك لحته بقى كده. اول حاجه صغيره بعد اذنك كابتن، اول موسم ليا مع النادي الاهلي هنا يعني كان سنه 94-95. وكنا يا كابتن عملنا معسكر اسبوع في الاكاديميه البحريه وطلعنا المانيا، كان معنا هولمان. رحنا المانيا، كنا في مدينه بريم واحنا في اول اسبوع نادي بايرن ميونخ طلب يعمل معنا ماتش. فبالنسبه لراينر هولمان كان اول مره يمسك فريق يعني في افريقيا او دوله عربيه، فكان فرحان جدا ان هو يلعب بايرن ميونخ. وقال لنا كده في المحاضره يعني، الراجل ما كانش عنده يعني ايه لسه ما يعرفش امكانيات النادي الاهلي ممكن يعني. قال لك بصوا في المحاضره بتاعته، قال لك انا لو خسرت النهارده من بايرن ميونخ من طيب. هامبورغ كنا بنلعب هامبورغ. قال لو خسرت من هامبورغ 6-0 هبقى اسعد واحد في المانيا، ولو خسرت 4-0 هبقى اسعد واحد في العالم. كان هامبورغ لسه جاي لهم لعيب ليتشكوف لاقرا، اللي هو لو تفتكروا في كاس العالم، اللي هو في كاس العالم طلع المانيا الجون الثالث، كان بيلعب جنب ستوشكوف وهو اللي طلع المانيا من كاس العالم، وجي على هامبورغ. دي كانت اول مباراه وانا بلعبها مع النادي الاهلي. هامبورغ كان كسبنا 2-0، حسام حسن جاب جون، وانا الراجل الخواجه اداني حوالي 20-25 دقيقه. نزلت في الماتش ده جبت التعادل في هامبورغ، وعملنا ماتش كنا نقدر نكسبه الشوط الثاني. لدرجه ان هولمان ما كانش مصدق، وقف مش مصدق ان احنا فاكر. فعرف ساعتها انا وجهه نظري، عرف في اليوم ده يعني النادي الاهلي وامكانيات لعيبه النادي الاهلي، انك في هامبورغ في المانيا ومعاهم لعيبه كان ب5 و6 مليون دولار ايامنا احنا. لا اللي احنا بنتكلم فيه يعني. طيب فده النادي الاهلي يعني، النادي الاهلي دايما اللاعب المصري لو اراد خلاص يعني عنده امكانيات. بالظبط. شريف هو بيتكلم كان بيقول الثقه وان انتوا تقدروا تعملوا. وفي ايضا ليفاندوفسكي بيتكلم على ان ما تخلوش الكره توصل له، وحضرتك كنت لسه بتقول هذا الكلام. هو اتكلم كلام محترم جدا ومنظم جدا وشكله عاشق للنادي الاهلي واضح يعني. افريقيا ان شاء الله نشوفه معانا هنا يعني ان شاء الله. فهو اتكلم على حاجه جميله جدا. ما تخليش فرقه بايرن ميونخ هي اللي تتحكم في زمام الامور. لان ده هيبقى صعب على اي حد، ان هم لو ابتدوا يحسوا ان هم بينقلوا الكوره وفي سهوله في انطلاقات يمين وشمال، خاصه ان عندهم سرعات كبيره قوي في جنابري. هو اتكلم عن ساني واتكلم عن توماس مولر. يعني عندهم طبعا من التالنتد الكبير قوي ومن الدافع كمان، ان هم جايين يدافعوا عن اسمهم الكبير ويحتفظوا بالبطوله تاني يعني. يعني دول عندهم دافع اقوى من اي حد في الدنيا على اسمهم الاكبر في القاره كلها الاوروبيه وفي العالم كله. فدي من اهم الحاجات، ان انا ابقى ما بفتحش مساحات قوي لفرقه بايرن ميونخ،
ان هي تقدر بسهوله جدا تخترق او بسهوله جدا تسلم وتستلم. سلم وتستلم يبقى هيدوا لنودوفسكي. لنودوفسكي كل جوانه بتيجي زي كشري زيك. الكره تروح ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، انت بتسرق خطوه في الكره العرضيه بتتعامل معاها، اذا كان براسك او برجلك او في ناس كمان بتخش معاك في منطقه الجزاء ورا بتعمل لك حاله تمويه او انت اللي بتعمل حاله تمويه. فكل ده شغل المنطقه دي، كل ده شغل بواليا ومحمد شريف وشغل كهربا مهمين. يعني نفس الشغل اللي عنده، نفس شغل علي معلول عندنا برضو، البلاي ميكر الديفندرز السريع الموهبه. فهنا انت هل هيبس زي ما قال المدرب الالماني الروح في اللعيبه انها تلعب بهذا الشكل، ولا هتبتدي تمتص اول 10 دقائق تتفرج على بايرن ميونخ ممكن يعملوا فيه وانت تعمل انت الكونتر اتاك. وده بتبقى حاله لعيبه، نشاط لعيبه، حيويه لعيبه جوه الملعب. لما انا برقص واحد واضرب خطوط، يعني اديك شفت ديانج كان سنتر فيرود الماتش اللي فات، ودي حاجه غريبه جدا. واللي خلى عايزين نتكلم في النقطه دي، اللي خلى مروان يديله الكوره انه مش متعود ان ده هيروح سنتر فيرود، ده هو متعود ان هو لازم يسقط له في المنطقه دي، دي شغله هنا في المنطقه دي. فاستغرب ان هو خد الراجل الباك وراح بيه. فده بيبقى طابع لعيبه، ده نشاط لعيب، لعيب عايز يعمل حاجه وخد كوره وشاطها وجت من جنب العارضه، لو اتشطت احسن شويه او دخلت جوه شويه وسددها احسن شويه جول. يعني كان نفس الشكل اللي بواليا سنتيمتر فرق معاه في اول اهدافه مع النادي الاهلي في بطوله عالميه زي دي. اوفسايد يا كابتن سايد. قبل ما تكمل اوفسايد اوكي. فانا اول ما اتلعبت قلت اوفسايد، عشان كده لما هو يعني قلت خساره يعني. والراجل كان حلمه ان هو يحقق هنا وفي الميعاد ده وياكد فوز النادي الاهلي. كل ده موجود في ومشروع في الملعب، وراجل بيحط لك حس ان هو هيلعبوا النهارده في برلين وهييجوا يركبوا 6 ساعات وبعدين يتمرنوا. بعدين كل ده ما يفرقش مع بايرن ميونخ اللي عنده كاتبتين ثلاثه، كاتبتين ثلاثه محترفين ارقام عالميه بنلعب. انما انا هقول كلمه وادي كلمه لاحمد، الراجل نوير مانويل نوير دخل فيه 312 هدف، لو ما دخلش فيه جوان النهارده لما يخليهم 314 معانا وهو بيلعب هيحصل ايه يا اسلام؟ مش هيحصل حاجه ولا حاجه خالص ولا حاجه. وهياخد الجولين، هياخد الجولين، هتقلل من اسمه، هياخد الجولين وهيجيبوا جول هما في الاخر، ويبقى 2-1 77 2-1 2001 ويفضل الماني زي ما هو، ويفضل زي ما هو بطل العالم واكبر ولا حجر له اي حاجه. كل شويه الناس تقول لك ايه الجون اللي جابه كابتن شريف في 77 ولا هيفتكرني ساعتها. سيب ماير هو اللي يقول له، لا سيب ماير هيقول له ماير، سيب ماير اول واحد هيفرح، مش انا بس اللي جاي في جونين، مانو كمان جا منهم جولين. فهي الحته دي اللعيب المصري الثعلبه تبان هنا. حسين الشحات بقى قفشه، الدنيا كلها ماشيه على قفشه انه ممكن يحقق شوطه من بره اي حاجه. واديك شفت كره التشوت في الملعب الارضيه تحفه، تعمل كيرف بتروح في اخر الجول زي ما انت عايز توديها بتروح زي ما انت عايز. بس انت يبقى عندك الشكل الرغبه الفكره الفكر ولا انا فهمته اللي انا فهمته يا كابتن شريف الثقه. الثقه طبعا ان انت سالتني قلت لك الجرأه ان انا اخد الكوره 1 2 انا وكابتن محسن صالح والاقي اثنين قدامي اعمل نفسي ان انا هروح كده واروح داخل في وسطيهم ومعديهم واخدهم بدراعاتي واعملها ببطن رجلي بسيب ماير. فانا نفسي كنت لسه راجع من اصابه جامده في رجلي يعني في انكر رجلي، فما بقتش مصدق روحي وطرت في السماء ما يعني بايرن ميونخ بجيب فيها جول بطل اوروبا. بس انا كنت نازل عايز اعمل كده. كابتن دي شخصيه، شخصية لاعب، واعتقد ان النادي الاهلي عنده اللعيبه اللي عنده عندهم الشخصية دي وبيظهروا في المباريات دي. ويمكن يعني معلش انا هكمل كلام الكابتن يعني وكلام طبعا اللي اتقال على فريق بايرن ميونخ. المباراة دي يا كابتن شريف، فريق بايرن ميونخ والفرق الكبيرة دي بتتحرك من غير كورة كويس قوي. كلام الراجل تاخد ده فريق بيتحرك من غير كورة، مش الاخطر اللاعب اللي معاه الكوره، الاخطر اللاعب اللي جاي من غير كوره. اللعيبه اللي بتتحرك عشان تاخد الكوره العرضيه او عشان تاخد الثرو باص زي ما بيقولوا او الكوره البينيه. ففريق بايرن ميونخ بيتحرك كويس قوي، عنده التزام تكتيكي عالي جدا، عنده لعيبه عندهم شخصيه طبعا في التعامل مع المواقف الصعبه، عنده استحواذ عالي قوي، عنده الضغط طول المباراه يعني من الفرق الكبيره بتضغط على اي حد. فعشان كده فريق النادي الاهلي كان الراجل قال مش عايزين يبقى الاهلي بيدافع من تلت ملعبه، يعني عايز النادي الاهلي ان هو يبقى في نص ملعب عشان الاخطاء لما تحصل ما تحصلش على ال 18. تاكيدا لكلامك، الجولين اللي الثلاثه اللي دخلوا اي جول دخلت السنه دي فينا في الدوري كان الديفندر بيبص على الكوره
ما بيبصش على تحركات اللعيب. الله ينور عليك. تاكيدا للكشري اللي بيقوله بالظبط ان المس جول. معلش يا كابتن انا اسف معلش عشان اللقطات دي جايه لنا من ارض المونديال لاعبوا النادي الاهلي الحقيقه قاعدين بيتفرجوا على مباراه نادي بايرن ميونخ ونادي هرتا برلين. المباراه المقامه على الهواء مباشره طبعا دي في يعني احنا لسه كنا هنا في اولها ولكن اعتقد ان الباير كسبان واحد يعني دلوقتي هو لسه 1-0 لبايرن ميونخ ولكن كل لاعبوا النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين بنحاول اول باول نجيب لحضراتكم ايه اللي بيحصل في بعثه النادي الاهلي ما بين اللاعبين اذا كانت حاجه تبسطهم الناس اللاعبين قاعدين بيتفرجوا على المباراه زي ما حضراتكم شايفين بيتابعوا فريق بايرن ميونخ وكيف يلعب بايرن ميونخ وبعدين هنبقى نتكلم بقى في نقاط الضعف والقوه والكلام ده كله عايز تقول حاجه بس عشان قبل ما اطلع فاصل لا لا هي بس هي مباراه تكتيكيه بحته لازم تبقى واقف كويس جدا لازم تشيل الضغوطات على من على اللعيبه لان اللعيبه اصلا مركزه كويس قوي في المباراه مش بالضروره ان احنا نبقى بندافع طول المباراه بالعكس احنا ممكن نعمل ضغط ممكن نبدا نباخت فريق بايرن ميونخ وهي المفاجات او معنى صح المباريات دي هي اللي بتصنع لعيبه وهي اللي بتطلع فرق وهي اللي بتعمل لازم تضغط شويه بدايه المباراه تبدا المباراه انا ندي ليه ما ابداش المباراه وانا بدافع من تحت الفرق اللي قدامي فرصه ان هي سيطر على اللقاء من اوله بس خد بالك يعني احنا هنا ما في بفرقه بتيجي تلعب النادي الاهلي انا واسلام واحنا كلنا بنتكلم ممنوع تلعب مع النادي الاهلي مفتوح وتضغط عليه وكمان لانه من اسرع الناس بالظبط فمبقاش احنا احنا لا. احنا بنقول انا بتكلم في البدايه دي واحنا نغلط فيها لا البدايه بتوازن دايما دايما يعني لازم برضو يبقى انت شفت هنا هما بينقلوا الكوره ازاي في الحته اللي جابها اسلام الصغيره دي اطرافهم بتسحب وانت زي ما انت قلت عندهم تحركات وعن لا لا هم طبعا العين بتاعك بتبقى عامله كده وهم في ناحيه ثانيه بيشتغلوا سويتشات وبيشتغلوا وعارفين بالظبط وبيتحركوا وعارفين مقاسات الملعب شكله ايه والراجل ده سرعته ايه وامكانيات ف عارف يعني لازم كل حاجه تبقى بحساب كبير قوي يعني لا بص يا كابتن النادي الاهلي طول عمره ما بيجي يبدا مباراه حتى ما بيلعب مع فرق خارج ملعبه ولا لازم يبدا البدايه بتاعته تبقى بدايه ايجابيه وهجوميه عشان يدي لعيبته الثقه ممكن البدايه انا حتى في شغلي لما باجي اشتغل مع فريق حتى لو الفريق بلاعب فريق كبير قدامي لازم البدايه تبقى بدايه قويه لو انت خدت البدايه وهاجمت وضغطت اول 10 دقائق ولقيت الامور مساعداك ما ترجعش دايما اقول لعب ما ترجعش يعني انا 10 دقائق هضغط على 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 سين من الفرق الكبيره لو لقيت ان الامور وانا ضاغط انا اللي راكب الجيم ما ارجعش كمل طبعا النادي الاهلي عنده من الامكانيات وعنده من اللعيبه وعنده من المهارات اللي تخلي لعيبته ان هي يقدر يجيب جون يعني النادي الاهلي احنا يمكن احنا قاعدين اهو كابتن شريف طبعا كابتننا وكابتن مصر سجل في بايرن ميونخ يعني تقدر لعيبه الاهلي تقدر مش معنى ان انت بتلعب بايرن ميونخ لا دي كوره اللي خلى منتخب مصر مع البرازيل جاب في البرازيل 3 اجوان اللي خلانا وصلنا كاس عالم وعملت اللي خلانا عطلنا انجلترا في كاس العالم وفرق كبيره وتعادلت مع هولندا وهي بطله اوروبا انا بقول لعيبتي او لعيبه النادي الاهلي يا كابتن اسلام يعني المباراه انت مش محتاج انك كمدرب غير ان انا بتكلم في النواحي التنظيميه وانا واثق ان طبعا الراجل شغال عليها وشغال على التكتيك بتاعه ودارس الفرقه بايرن ميونخ لكن نشيل الضغوطات من اللعيبه لان انا واثق اللعيبه هتعمل مباراه باذن الله كبيره لان دي فرصه ما بتتكررش كم مره هتلاعب بايرن ميونخ في تاريخك كم مره هتلاعب بطل اوروبا فممكن الفرصه دي ما تتكررش للجيل ده تاني يعني نتمنى ان الاهلي ياخد افريقيا لكن هل الاهلي وبايرن ميونخ هم اللي هياخدوا افريقيا واوروبا وارد ان الامور تختلف ففرصه عمر ان شاء الله للعيبه يا مساعد يا رب لا ان شاء الله انا قصدي يعني لازم نحلم يعني انت بتلعب بايرن ميونخ ممكن ما تقابلش بايرن ميونخ تاني في مناسبه رسميه فاستغل دي ريال مدريد تقابل برشلونه ان شاء الله كسبت ريال مدريد وكسبت بايرن ميونخ يعني عندك تاريخ كبير جدا انك كيف تتعامل وكان عندك لعيبه يعني انا شفت ماتش ريال مدريد ده بصراحه هنا في مصر 1-0 انبهرت بصراحه اداء اللعيبه كان لسه مانويل جوزيه علاء ابراهيم عمل ماتش طبعا خالد بيبو عمل ماتش غير عادي يعني انا شفت حاجات بعد ما روما وكان كسبنا روما ويعني احنا يعني فريق الاهلي يقدر كابتن اسلام والله كابتن شريف وفي نفس الوقت برضه لازم نكون واقعيين احنا بنلعب فرقه كبيره جدا شيل الرهبه بس فرقه تقيله جدا ما احنا عارفين ومش هنزعل لو خسرنا بشكل كويس احنا ما بنقبلش باللازم بس
قدم الكوره بتاعتنا، خلي الناس تعرف النادي الاهلي، اللي ما شافش النادي الاهلي يشوف النادي الاهلي قدام بايرن. دايما انا اقول ان النتيجه دي بتاعت ربنا. مزبوط. حتى امبارح، حتى في مباراه امبارح قبلها انا بقول ممكن يكون الاهلي الافضل وكذا، ولكن هم فريق كويس وكل حاجه، واحنا هنبذل اقصى مجهود، والنتيجه دي بتاعت ربنا ولا بتاعتي ولا بتاعت حد خالص. مزبوط. وبالتالي ربنا يسهل، وهنرجع نتكلم اكتر عن فريق بايرن ميونخ. ولكن اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، في 77 كنتوا بتلعبوا بايرن ميونخ، وبايرن ميونخ طول عمره فريق كبير وفريق تاريخي وفي اوروبا وفي العالم كله الحقيقه. دخلتوا المباراه دي ازاي؟ طبعا دي النصايح بنوديها للاعبين. داخلين مباريات زي عادتنا احنا كده، كنا عندنا حاجه غريبه جدا، المدير الفني يقول لك ايه، خلص المباراه في اول 10 دقائق. بعدين احنا كان عندنا سرعات كتير قوي، فما كانش هيقدر يقول لمصطفى عبده انزل نص ملعب واعمل سيزون تلت ملعب، وهيقول لي انا تعليماته الباك بتاعك ما يتقدمش. ماشي اوكي، لو تقدر تمسك كمان الباك والوينج بتاعك لصغر سنك، يعني انك انت كنت صغير، عندي بتاع 19 سنه ولا حاجه كده، 18 سنه، تمسك ال ماشي اوكي. انما احنا عندنا رده فعل اول ما بنمسك الكوره اسرع من الصوت، لدرجه ان كابتن محمود بيبقى واقف في وسطي انا كابتن مصطفى عبده، لا يتوانى انه عارف ان انا ممكن اقطم لجوه وابعت لمصطفى يكون هو راح وانا اكمل، ويكون طارق الشيخ تحتينا وصفوت ومحسن صالح ونبقى عاملين الضغط ده. فلازم يكونك ليك وجود، بتفكر انك انت بتنسى بقى انك انت بتلعب بايرن ميونخ، لان شغلتك مهاجم. انا شغلتي على المدفع ايه؟ اجوال. ايوه صح. خطير. اجوال شريف، اجوال مصطفى عبده، عرضيات واجوال واوفرات، يعني دي شغلتنا. شغلتنا انا لازم رايحين نلعبها، هي دي بقى اللي انا عايز اقولها. انا رايح العب لعبي، انا مش واخد بالي مين اللي بيلعبني ليه. انا مبسوط ان انا هلعب فرقه زي دي، بس انا اكتشفها جوه الملعب، مش اكتشفها في الهيستوري، في التاريخ بتاعها. انا مش دعوه بتاريخها، هي مش دعوه عملت ايه مع برلين النهارده. الراجل ليندوفسكي احمد بيقول لي ضيع بينالتي النهارده، ضيع بينالتي. هو ممكن يبقى بريك داون في الماتش عندنا، يمكن يهتز، اي كورتين يتقطعوا منه يودوه في حته تانية خالص، ممكن يتغير من ماتش. الكوتش يقول لك ده غير موفق، والاهلاويه والمصريين مركزين معاه دلوقتي. ممكن يتقري عليه عديه ياسين، ممكن ما تلاقوش الماتش، يقري عليه اي حاجه. يعني المهم ان احنا عندنا هدف واحنا بنلعب اي مباراه، مش رايح باصص للتيشيرت ان انا العب قدامه. طب ما ادي حيل، اتقال لنا قعدنا نقول على الدحيل اكنه البرازيل، بس هو فريق جاي، فريق جاي جدا. بس احنا عملنا ايه؟ احنا نزلنا لعبنا، لا المباراه حاجه تانيه، لعبنا المباراه. مش ده لعبك اللي انت لعبته اول هاف تايم؟ مش ده الاداء؟ ده الضغط، ده المروح. انت لو كان عندك كمان حته ثقه زياده شويه كنت لقيت العرضيات دي يمين وشمال ودخول اكتر. لو بتلعب باتنين فراوده كنت جبت لك ثلاث اربع تجوان اول هاف تايم. يعني بيبقى في مفاهيم احنا ايجابيات في المباريات اللي احنا بنلعبها، وفي سلبيات. سلبيات اللي انا كلمت انا وانت واسلام عليها، الميس باس اخطر حاجه كمان. ده ما ينفعش مع اهتزاز اعصاب بقى مع بايرن ميونخ. مش ماشي بقى خايف وانا بباص، لا مش لاقي حد، طلع كره ناحيه السنتر فيرود بتاعك واطلع كلك واطلع بره. تراجعنا شويه الشوط الثاني يا كابتن. يعني كنا متحفظين شويه الشوط الثاني، السرعات قلت يعني عندك. تحفظنا شويه على الاداء. من وجهه نظرك كشري السبب؟ طيب السبب ان برضو انت يعني الفريق اللي بتلعبه مش معلوم ليك قوي، في لعيبه عنده محترفين، كنت متوقع منه ان هو الشوط الثاني انه ينزل يضغط. انا وجهه نظري ان انت الشوط الثاني موسيماني كان عايز يامن شويه الحته دي ويعتمد على الكونتر اتاك زي ما بنقول، السرعات بيخلق مساحه وراهم، فرجع شويه لورا. لكن وجهه نظر يعني كنت احب ان هو لما يجي يدي للمهاجمين كان يدي اللي عندهم سرعات يعني. بس هو هنا كويس جدا، خليني بس اتكلم بامانه طبعا. لا لازم لا طبعا نكون براحتك بسرعة. براحتك. في لعيبه من المباراه بتاعتهم، في لاعب ممكن لعيب يكون اساسي في الفرقه لكن ما يناسبنيش في المباراه دي. ده من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظر اي مدرب. لا ايوه اوكي، يعني انا دلوقتي احمد كشري هو المدير الفني، وبالتالي هو شايف ان من وجهه نظره او الفكره اللي عايز يطبقها، برضو خليك معانا يا كابتن شريف، الفكره اللي عايز يطبقها ان هو يلعب حد سرعات زي ما انت بتقول. تمام. ممكن يكون هو وجهه نظر مختلفه، مثلا اسلام غير كشري غير شريف عبد المنعم. دي وجهه نظري انا الشخصيه. انا بتكلم عن نفسي. اصل هو يعني اللي انا اعرفه ان المدير الفني ده فكره الشوط الثاني، بس حاجه من الاثنين، حاجه من الاثنين. انت الشوط الثاني
اما كنت تنزل بدايه المباراه، وده المفروض كان يجب مع النادي الاهلي. انت شفت الفريق الشوط الاول عامل استحواذ عالي جدا عليه، وشايف ان انت الاقرب للمرمى بتاعه وهو ما بيوصلش. كان البدايه الشوط الثاني لازم بضغط عالي جدا من بدايه الشوط الثاني تامن الجون بتاعك. كنت عايز محمد خروج طاهر بمين؟ لا يعني بلدي بقى، عشان يعني كل جماهير النادي الاهلي اتكلمت في البوست يعني حتتين انت كلمت. كنت احب ان يبقى متواجد محمد شريف وكهربا لان عندهم سرعات. انا بتكلم في نوعيه لعيبه، نوعيه لعيبه ليه؟ خاصه ان انا رجعت لورا، معنى ان انا ارجع ورا انا بخلق مساحه في ظهر الخصم، وفعلا اتوجدت اشتغل بسرعه. ده مش معناه اللي نزلوا، لا اللي نزلوا لعيبه كويسه جدا جدا وادوا ما عليهم، لكن المباراه كانت عايزه اللي عندهم سرعات اكتر. انا يوم ما انا ممكن العب فريق وابقى مستحوذ عليه وعامل لي تكتل ومش عارف اوصل للمرمى، اخش بين الشوطين اقول لهم لا هنرجع لملعبنا عشان الفرقه دي تجي لي عشان اخلق مساحات قدامه. خاصه هم عندهم بطء، عندهم بطء في العمق، عندهم السردباكين عندهم بطء جدا شديد في الحته دي، كنت اقدر استغلها. بدليل ان احنا الجون حتى التاني اللي جبناه بسرعات، يعني جبنا الكره اتنقلت تحرك من بوالي اتحطت له وصل المرمى. كان ممكن ان ندي، مش معنى كده الناس اللي نزلت تاني ما ادوش اللي عليهم، لا ادوا اللي عليهم، لكن ده تكتيك معين، تكتيك تانية. تكتيك تانية. يعني انا كان نفسي ان كهربا مثلا يعمل سبورت لعلي معلول او اي حته في المنطقه دي. انا شفت لغايه اخر الماتش علي معلول هو اللي بيروح اسلام لوحده، حتى الهاف اللي بيكمل معاه من ناحية تانية ما بيدلوش كابتن. بس حضرتك المساحه كلامكم طبعا 100% صح. لا احنا عايزين سبورت للعيبه اللي هي حصل اجهاد عندنا. انا حسيت ان انا بدنيا رجعت لفرقتي، مش بدنيا انا مش قادر ارفع رجلي، لا رجعت لورا اسلام. انما لو في كور بتاعت موسيماني اللي هي بتاعت سان داونز 1 2 وللارجواني بتتلعب فبتعمل مساحات، احنا ما لقيناش الارجواني ده امبارح تاني تايم، انما لقيناه اول تايم. فكان ممكن يعمل هو تفكير على حسب بقى هو اللي ايده في النار الحقيقه، واحنا ايدينا هنا في المايه اللي بنحلل فيها. هو الادرى بكل الناس اللي قاعده بره كده، هو الادرى. لا طبعا طبعا هو الادرى، احنا بنحلم أنا للسبورت ده هو يعني. الادرى يا كابتن. بص المدير الفني اكتر واحد عارف امكانيات لعيبته وعارف مين اللي الحاله الفنيه بتاعته اللي تسمح له ان هو يشارك في المباراه. مظبوط. يعني ممكن يبقى اسلام هو الاساسي بتاع الفرقه، لكن ممكن يبقى موجد واحنا مش عارفين، ممكن يكون حاس بجد. فالراجل هو اكتر واحد عارف المدير الفني، لكن احنا بنتكلم من خلال الرؤيه في المباريات. المباريات احنا ما بنشوفش غير المباريات. انت وديتني حته ثانيه، انا ممكن ما الاقيش لوندافيسكي ده اساسي في الماتش بتاع بايرن ميونخ. ممكن يكون هم ليهم فكر تاني، ممكن ليهم هو شكل تاني ينزل واحد اكتر اكتف مش هيتمسك. ده مين ده؟ انا عامل حسابي على لوندافيسكي، لا ده واحد تاني خالص. ممكن يعمل تغيير في اي بس حتة. انا بشوف يا كابتن دايما ان المدير الفني مش موسيماني عموما، اي مدير فني بيبقى ليه فكر، الفكر ده عايز يطبقه. طبقوا ازاي؟ من خلال بعض اللاعبين اللي موجودين. مظبوط مظبوط. طيب فانا فكرتي النهارده ان انا هقفل او هعمل ضغط عالي الشوط الاولاني، وده اللي حصل. انت كنت دايما مستحوذ عشان انت كنت بتضغط عليهم من قدام، فده خد مجهود كبير من لعيبه النادي الاهلي. وجهه نظري بقى، خد مجهود كتير من لعيبه النادي الاهلي، وبالتالي اللعيبه تراجعت شويه بدنيا وكل. طب الحل كان ايه؟ طيب الحل كان ايه؟ ان انا لقيت مثلا ان في الناحيه الشمال متفوق شويه على محمد هاني ادميلسون، خلاص لازم احط حد جنبه علشان يقفل على الخطر اللي كان بيجي، وده اللي حصل. احنا كل الخطر اللي كان بيجي علينا ايه؟ هو حط واحد محمد هاني من ناحيه ادميلسون، حط اكرم توفيق، هو فحط اكرم توفيق علشان يقفل مع، قد تكون الفكره بتاعته ان هو اكرم توفيق، انا ما اعرفش طبعا، انا بقول من اللي انا شفته يعني نظر. ان اكرم توفيق قفل مع محمد هاني الحته دي شويه ودخل، وغير ان هو بيقفل في عمق الملعب مره تانية لان ده مكانه الرئيسي. وبالتالي انا كمدير فني حققت ما هو مطلوب، حققت ان انا عندي، لقيت جزء عندي مفتوح شويه او ابتدى يبقى فيه خطر من الناحيه دي عليا شويه، فقفلت الناحيه دي خلاص، والعب بنفس الشكل اللي هو المهاجم التارجت اللي هو مروان. مروان خد كوره لو كان اتلعبت صح اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ايوه كان جابها جون، كانت جابها جون بقى 2-0 كانت النتيجه. فهي في الاخر فكره مدير فني بيحاول طبعا 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 وهو نجح و10 على 10 يعتبر بدل كسب، هو نجح و10 على 10 لان احنا كسبنا، عشان كسبنا بالظبط. يعني احنا بنتكلم في حاجه صح، كان ممكن يتفتح قنوات علينا كتير قوي لو حصل حاله تعادل، لو حصل ضربات جزاء في ال 45 دقيقه الثانيه كنا كلنا هنطلع نقول طب هو ما لعبش فلان ليه؟ ما عملش ده. انما
اسلام لي وجهه نظر صحيحه 100%، لان انا كنت شايفها وحاسس ان هنا لازم اقفل زي ما انا لازم في بايرن ميونخ اقفل. طب هو دي كمان كده كابتن نفس الشكل يبقى لازم ابتدي كده يا اسلام يعني كده بثلاثه في النص الله اعلم ممكن ليه ما عملش كده وزي ما انت تقول لا الله اعلم زي ما انت تقول هو هيلعب بثلاثه. اتوقع ان هو الماتش الجاي يلعب بثلاثه ديفندر ويبقى 4-1-4-1. اتمنى يعني وجهه نظر اتمنى يكون فيهم اكرم من نوعيه اللعيبه، وهو يعني عنده فايتر بيجري كتير وعنده قوه وصغير. اتمنى لو هو بيفكر فيها ان هو محمد هاني، لو بدا محمد هاني يبقى اكرم قدامه، الا لو هو مش هيفكر في هاني ممكن عنده البدايل اكرم توفيق. لو هو لان خلينا نتكلم بالبلدي، لما تيجي تلعب بايرن ميونخ امتى تلعب يعني جيم دفاعي على مين غير على الفرق الكبيره قوي دي؟ وده مباراه انت عايز تخرج من المباراه وجهه نظري اول 25 دقيقه تعديهم، فبالتالي انت عندك علي معلول مش هيزيد هو والباك رايت الناحيه الثانيه اذا كان محمد هاني او اكرم توفيق او بيكم. فبالتالي انت هتلعب وجهه نظري اعتقد ان هو ممكن يلعب 4-3-3 عشان لو علي معلول خد نواحي هجوميه وحب يزيد يبقى الديفندر ناحيته مقفل هو اللي واقف له. التالت ده على حساب مين يا كشري؟ التالت هو هيبقى على حساب وجهه نظري يعني انا طاهر ويلعب ثلاثه، لان هيبقى على حساب الثلاثه. شفت بقى فوق. انت ممكن تكون وجهه نظرك مختلفه كابتن شريف. هي صح عارف ليه يا كابتن؟ انت ممكن تكون وجهه عارف نظرك عارف ليه؟ اقول لك انا وجهه نظر ان طبعا احنا بنتكلم احنا وجهه نظرنا الشخصيه. الراجل اكيد فاهم وعارف طبعًا وهو طبعًا وهو اضرب فريقه. دي حكايه صعبه جدا على فكره. ده اللي انا بقوله بقى. لا وخاصه لما بتلعب فرقه كبيره زي دي انت هتفكر في كذا سيناريو، هتلعب 4-3-3 ولا هتلعب 4-1-4-1، ودي خلي بالك نفس المشتقات بتاعه 4-2-3-1. انا قصدي انك هنا دلوقتي الراجل ده محطوط في خانه الياك يعني عارف ليه؟ لان هو دلوقتي كابتن شريف وجهه نظر مختلفه وحضرتك وجهه نظر مختلفه وانا وجهه نظر مختلفه والجمهور اللي بيتفرج كل واحد فيهم في 70 80 مليون اهلاوي اللي في مصر له وجهه نظر مختلفه. شايف فرقته قد بايرن ميونخ. لا كل واحد بيحط تشكيل بس احنا بنقول على الواقع ايه هو اضرب بالفرقه طبعا. وشايفين ان هو الراجل ماشي كويس وعامل يعني الفريق كسب اول مباراه. وخلي بالك قلت لك في الاول المباريات الافتتاحيه دي بتبقى دايما ما فيهاش كوره، انت عايز تخطف ممكن بعد كده الاداء يبان. انت النهارده بتلاعب بطل اوروبا افضل فرقه في العالم حاليا هي بايرن ميونخ، افضل من ريال مدريد وبرشلونه. انا بتمنى 4-3-3 دي 4-3-3 دي بالاحتفاظ بقفشه تناسب يعني ما يبقاش نص الملعب الديفندر ده على حساب قفشه. ايه؟ ما يبقاش على حساب قفشه. لا انا ما قلتش قفشه. ممكن يجي يلعب بثلاثه نص ملعب اذا كان حمدي فتحي هيبقى 4-3 حمدي فتحي وديانج والسوليه. سيبك من دلوقتي من قصه اكرم. اكرم ممكن بيتعوض اكرم في تاني تايم وممكن يفكر فيه باك رايت، فدايما بيلعبوها دي على حساب البلاي ميكر او الاسيست اللي هو زي قفشه وبيلعب بطرفين. هيلعب اثنين هيلعب 4-3-2-1 ايوه بالظبط. فانما 4-3-3 دي بتحافظ لي على قفشه موجوده على الخطوط. يا كابتن انت هتلاعب فرقه منظمه جدا. ايوه انا النهارده لما اكون عايز خط ناحيه اليمين عايز اقفل على محمد هاني مثلا، الراجل هيلعب عليه ثانيه ده لعيب جامد جدا حد او كومان لعيبه تقال او جنابري لو مال ناحيته، بالتالي افضل لعيبه في العالم هم الاطراف. هيبقى قدامه ديفندر بيامن معاه وقدامه جناح زي حسين الشحات بيرد معاه، يبقى انت بتدافع في الخط ده بثلاثه في نص الملعب، بتدافع بقفشه وبتدافع بديانج وبتدافع وراه طبعا خط الدار السد باكين، نفس الحكايه الناحيه الثانيه. يبقى انت الخط عندك كل خط ملتزم لما الكوره تروح ناحيه اليمين. لازم يبقى قريب ليه؟ لان انا لازم اكون عندهم الناحيه الثانيه، يعني انا عشان اكسب المباراه دي لازم اكون ليا وجود عندهم طبعا الناحيه الثانيه. انت قلت حاجه حلوه كابتن شريف من شويه ودي اللي هتخلي طريقه 4-3-3 ممكن تناسب، ان ديانج بيكمل فيرود. انا هدي له مهام هجوميه، مهام هجوميه ليه؟ لان انا عندي اثنين هيقفوا له اذا كان حمدي فتحي والسوليه او زاد ده يعني. خلينا نشوف اسلام معانا. اسلام معانا انت في الحكايه دي ولا انا معاكم؟ طبعا 100% بس انا مستمتع باللي انتم بتقولوه ومستمتع بطريقه الحوار الحقيقه الراقيه جدا اللي بتتكلموا فيها، لانه في النهايه كل واحد وله وجهه نظره. او بتدينا الفلكسبيليتي بقى ان احنا عندنا كل ده بالظبط. ومش معنى ان احنا قلنا لا هو الراجل اضرب في الاخر ممكن يلعب 4-2-3-1 يعني. احنا نقول هو عمره ما غير زي ما نقول. هو موسيماني اللي في دماغه قول انت اللي انت عايزه انا بكسب
وانا وراك يا ابو سمان. تعرف يا كابتن طول ما انت بتكسب انا اعمل انت عايزه في المباراه. لا طبعا لا 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 هو فاتت. هو لعبها قدام الزمالك لعب بالطريقه دي بلعب 4 3 لعب 4 3 ف ممكن جدا وخليك ترجع كده انت بتلعب مباراه الزمالك كانت مباراه افريقيا نهائي افريقي فبالتالي انت برضو مامن لازم تكون داخل مامن بتلعب مباراه كبيره. انا مستمتع الحقيقه بالكلام اللي حضرتك بتقوله هيبقى نفس اعتقد ان اعتقد وجهه نظري ان هو هيعمل كده يعني طيب. وجهه نظر متواضعه يعني. مستمتع جدا بالكلام اللي حضراتكم بتقولوه والجمهور الحقيقه بيبعت لي مستمتعين جدا بكلام حضراتكم. واحنا هنا ما بنقولش مين يقول ايه ولا مين يعمل ايه, بنتكلم بلسانهم كل واحد بالظبط كل واحد بيقول وجهه نظره وفي النهايه المدير الفني هو اللي بيختار طبعا هو اللي بيقول مين يلعب ومين ما يلعبش واحنا هنساند برضو هنقف في ظهر النادي الاهلي. طيب خلينا نطلع فاصل اخير وبعد هذا الفاصل تقرير عن احلام الاهلاويه في مواجهه الاهلي وبايرن ميونخ ونرجع نكمل مع نجومنا الكبار. دعونا نحلم بواقع مواجهة أبطال أوروبا. لم يكن الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على حساب الدحيل القطري مجرد انتصار فقط، لكنه كان بمثابة إثبات آخر لميلاد جيل جديد للفرسان الحمراء يسير على درب سابقيه في الإنجازات والبطولات والأرقام القياسية في بطولات العالم للأندية. كل أجيال الأهلي بلا استثناء كتبت اسمها في بطولاته، بطولاته التي تملأ دولاب قلعة الجزيرة. واليوم كتيبة جديدة تخلق حلما آخر بعنوان الواقع الحقيقي. الواقع أنك تواجه بايرن ميونخ بطل أوروبا في نصف نهائي مونديال العالم للأندية. الواقع الذي يقول إن العالم كله يتحدث عن الخطيب ومجلس إدارته، عن موسيماني وعبد الحفيظ، عن العملاق محمد الشناوي الذي يقود استنساخا لجيل للأهلي في بطولات العالم للأندية. جيل آخر يسير على نهج أبناء البرتغالي جوزيه نحو إنجاز آخر بعد برونزية عام 2006. نعم ليس لدى الجماهير أي مطالب أخرى من لاعبيها في تلك النسخة من مونديال العالم، فليس هناك أبدع مما كان وليس مطلوبا سوى أن تعيش حلم هو واقع فعلي بمواجهة أبطال أوروبا بايرن ميونخ. قدم موسيماني ولاعبوه سيمفونية بمعنى الكلمة، دعمتهم الجماهير الوفية والعاشقة التي تحدت كل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وكانت المحرك الفعلي للتأهل لنصف نهائي المونديال يوم الاثنين. دعونا نحتفي ونتفاخر بأننا الأهلي أبطال إفريقيا نقارع أبطال أوروبا في مواجهة رسمية. نفتخر كما يتحدث العالم عنا. دعونا نفرح ودعوا لاعبين يعيشون مغامرة مواجهة وير وروبرت ليفاندوفسكي. دعونا نعيش حلما جميلا ذات واقعا ملموسا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا كابتن شريف كابتن كشري ناخد بعض رد الاسئله او السؤال اللي احنا كنا عاملينه على السوشيال ميديا في اول الحلقه. اسماء بتقول من هو افضل لاعب في مباراه من وجهه نظرك مين؟ والله اول شوط حاجه واحد قول لي واحد وتاني شوط قول لي واحد طلعت ايمن اشرف بالنسبه لنا وبنون كشري. انا شايف بنون وايمن اشرف كانوا كويسين. طيب اسماء بتقول ايمن اشرف، محمد حمدي بيقول ايمن اشرف وكل اللعيبه كانوا رجاله وليهم كل الثقه في ماتش البايرن. احمد سعيد بيقول ايمن اشرف وبدر بنون تحياتي ليك يا كابتن ان شاء الله نكسب البايرن 2-1. لا ما فيش نعم ما اختلفوش لا حسام شعبان كامل الفرقه كلها كابتن اسلام وثنائيه بدر وايمن هي الافضل والقادم افضل باذن الله. جومانا بتقول الشناوي وايمن اشرف فرحت قلبنا ربنا يوفقهم في اللي جاي. ابراهيم جلال الفريق كله ايمن اشرف وبدر بنون تحياتي ليك يا كابتن ان شاء الله نكسب البايرن ده. فرانكو احمد هشام صلاح كلهم رجاله بس ايمن اشرف بسم الله ما شاء الله. وولتر بوليا وطاهر ولو هدف بوليا كانت حسب كان خد رجل المباراه ده. مصطفى ابو جمعه حسين سيد مسعد بيقول الحمد لله على نعمه الاهلي. محمود عبد العظيم بيقول محمد هاني راجل وتعب جدا مع المهاجم وما خلاهوش ياخد نفسه. مصطفى وجهات نظر مختلفة. مصطفى السيد مساء الخير عليك يا كابتن سلام كل اللعيبة عملوا اللي عليهم وأفضل لاعب أيمن أشرف. أبو طارق
بيقول عمرو السوليه وبدر بنون والشناوي وايمن اشرف وحمدي فتحي وبقيه الفرقه الفرقه كلها ابراهيم عيد منور الدنيا اشكرك جدا. بدر بنون باذن الله نكسب البايرن. عبد الرحمن رضا بيقول ايمن اشرف والشناوي وطاهر. ايمن مجاهد ايمن اشرف وبدر بنون. مصطفى محمد الفريق كله. محمد سلام يا كابتن اسلام الرجاله كلهم نجوم كتير قوي فانا هحاول ايه عشان الوقت بيخلص. سيد محمد حامد بيقول ايمن اشرف وبدر بنون ومعلول. سيد ابو سجده افضل لاعب هو الاهلي. محمود عبد العزيز زيدان ايمن اشرف وبدر بنون. حمدي فتحي الشوط الاول وايمن اشرف الشوط الثاني. دي كانت انا عندي كتير الحقيقه ولكن انا على قد ما اقدر عشان الوقت بس بينتهي وقت الحلقه بينتهي. كابتن شريف كلمات اخيره بتقولها للاعبين والجهاز الفني والجمهور الاهلي. يعني انزلوا المباراه ناسين ان انتوا بتلعبوا ضد بايرن ميونخ بتلعبوا على بطوله ودايما النادي الاهلي بلعيبته لما بيلعب على بطوله بيقولوا شكل تاني بتطلع كل الامكانيات بتاعته بتطلع أيوه. فردياته بتطلع التزاماته بالتعليمات اللي هي تبقى موجوده. هتلاقوا فرقه بتلعبكم 4-1 4-1 هتلاقوا فرقه عايزين تخطفكم في الاول هيكون انتوا عندكم من الفكر والجرأه الحقيقه والشجاعه انك انتوا تقدروا تخطفوا اي وجود ليكم في ال 18 عندهم هيهزهم. كشر احنا لما كنا بنرقص واحد او بنعدي خط كانت الفرقه الثانيه بتتفاجئ ان في جرأه ايوه ضد بايرن ميونخ في جرأه ضد ريال مدريد في جرأه ضد برشلونه بيبقى في جرأه. يعني احنا في الوضع ده دلوقتي احنا الوضع اللي احنا لو خسرنا ما حدش هيقول لنا انتوا خسرتوا ليه. تمام يعني كابتن كشري كلمات طبعا اقول للعيبه احنا واثقين فيكم جدا عملتوا اللي عليكم الفتره اللي فاتت وان شاء الله الماتش ده احنا عارفين اي 11 لاعب هيلعب في الملعب هيبقى راجل وهيبقى على قد المسؤوليه. شيل الضغوطات من عليك استمتع متع الجماهير احنا عارفين هتبقى على قد الحدث واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقهم والجهاز الفني ان شاء الله ربنا يوفقه وانا عندي احساس كبير يعني عندي ما اعرفش عندي احساس كده ان شاء الله هنعمل مفاجاه باذن الله والثقه دي والاحساس ده ما بيجيش سجل من الفراغ بتيجي من امكانيات اللعيبه اللي موجوده واصرارهم فانا عارف ان هم رجاله وان شاء الله هنفرح مصر والوطن العربي كله يا رب ان شاء الله. انا بشكرك وعايز اقول لهم هي فرصه ذهبيه طبعا انتوا فرصه ذهبيه يعني اكسبوا احلموا انزلوا متعوا نفسكم ولا في اي حاجه ان شاء الله يمكن ترجعوا لنا بالكسب باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن شريف على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا يا كابتن كشري على وجودك معانا النهارده. شكرا كابتن سلام وسعيد ان انا معاكم مع كابتن مصر وكابتن شريف طبعا جدا كابتن وكابتن مصر الله يخليك كابتن كشري وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن كشري بشكرهم شكرا جزيلا وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 8 هنتكلم في كل ما يخص نقاط القوة فيما يخص فريق بايرن ميونخ وبعد بكرة بقى نتكلم على نقاط الضعف. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا انتظرونا غدا في تمام الساعة 8.